شخصيا عميد الساده الرضويه جندت ولدي وسلحتها برمان وقاذفات ورشاشات البي حظ مثل ما صارت بالناصريه نريدها بالندر. سيدنا علي احنا نريد سلاحنا العشائر. هذا مو حل، انا مو مسلحي، هذا مو حل. ما شرطي المعتقل الموجود مال الحكيم مس ولدنا امس. انا حاضر انا حاضر. نعم اكثر من 5 ساعات من بث مباشر قاموا يناشدون عشائر النجف قالوا لا تصيرون نسوان ذبوا عقولكم لبس شيلات. هاي وقفت عندنا، وقفت ولدنا راحت، شبابنا راح، كرامتنا راحت. اكون بخدمتك. خابرت المحافظة اني يقلي ما عندي اعتاد، ما عندي سلاح، ما عندي زلم، عنده 36,000 عنصر.